اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا نبحث عن الحقيقه ونمسك كل واحد بعظمه لسانه في الحديث عن مسطره موسى وقانون فرعون. عطفا على ما سبق، مش بس الكابتن فاروق جعفر ولا الكابتن فرجاني ساسي ولا رئيس نادي الزمالك اللي تم غض الطرف عن تجاوزات كتيره حدثت بشان اخطاء في حق التحكيم او اتهامات كالوها لاعضاء اتحاد الكره ومسؤوليه. لا، ده كمان يمكن البعض فكرني بكابتن أسامة نبيه. ما دمنا هنتكلم بقى على اللعب النظيف ونقاء البطولات وسلامة الموقف واتحاد الكرة ومسؤولياته التاريخية، لما عنصر أساسي من عناصر اللعبة كان مدرب منتخب مصر في كأس العالم يطلع يتكلم باعترافه أنه هو لاعب في مباراة تجيب بطولة للفريق المحلة وهو مهاجم للمحلة، ما حبش يجيب جوان علشان الزمالك ياخد البطولة. ده كلام في الأنظمة الرياضية الجادة تتهز الجبال بجد، يتفتح فيها تحقيقات وتطير فيها رقاب رياضيا على ان انت بتتكلم في حق بطولات واللعب النظيف. محدش يتكلم، محدش غضب، محدش ثار حتى دفاعا عن نظافة اللعب واللعب النظيف وقيمة الرياضة والتنافس الشريف وحقية فريق ظلم. محدش يتكلم خالص. كانت غريبة برضو. فكرتني والله. الحاجة الرابعة اللي أنا عايزها وأمل بإذن الله من لجنة اللجنة التي تدير اتحاد الكورة أن تهتم بها عشان تاخد العلامة الكاملة بقى. يبقوا عملوا للكورة المصرية كل حاجة صح، حطوها على الطريق الصحيح. بإذن الله وربنا يقدرهم يعملوا كده. اللي هي سلامة اللعب النظيف. تفعيل شروط منح الرخص للأندية التي تلعب في البطولات، اللي هي أهمها السلامة المالية، إن لازم ميزانيتك تفي بالتزاماتك، لازم ميزانيتك تفي بالتزاماتك وتقول مصدرها إيه. بس ده يعني عمليا مش لو استطاع والله العظيم لو أشهر رابطة للأندية المحترفة أستاذ إبراهيم، أنا بقول لك لو أشهر رابطة للأندية المحترفة، الأمل الكبير اللي المفروض الأستاذ عمرو الجناين ومجلسه يعملوه رابطة للأندية المحترفة تدير المسابقة، ويبقى من خلال رخص محترفة يبقى كل واحد عنده موقف مالي معلن، إيراداته ومصروفاته مكشوفة، الأمر ظاهر للعيال. غير كده رايحين في منطقة غسيل الأموال على ودنه بقى ولاحق بقى. نتمنى لمسابقاتنا ونتمنى لاتحادنا كل السلامة إن شاء الله. وإحنا بنتكلم عن الروح الرياضية وإحنا بنتكلم على